راس ما طيب هي ما والو جمعي وقابلي هني ما خلوه عافية. المهم غادي نضربك ونوض ندير البركوك كسرة في خاطر. السلام عليكم شيرات، مرحبا بكم في فيديو جديد. راني عاجبه عمري غير سكتو، هاو درت البركوكس. ايا قلت قدبت البورطابل وبديت الكاميري. ايا راجلي قال لي شاركي حاطه لك 10 كي غير ديري. قلت له هاودي باين نفتل البركوكس، قاعد تضحك عليا كي بايت فات لي البركوكس. قال لي كوني خرج لك البركوكس نحطك في الاسطوره. انا نقول لك سيدي العزيز حطني في الاسطوره، عندك مرا ونص فتله البركوكس. ايا زعما مشيني نشكر في روحي ولا. المهم ما جاوش حبيت قد بعضياتهم، بصح جاني شباب عجبت روحي. اي قلت نبارطاجي معاكم الوصفه اللي درتها. اي زعما الحمد لله يا ربي اللي خرج لي. زعما مبتدئات كيما كيفي وغربه ونشتاقوا كلش، وكاع رانا خواتات تعرفوني بلي ما نبخلش عليكم. لو كان الحياه اللي تجيني شابه عوجه ماشي شابه نديرها معاكم. اي على ديك قدبت شويه تاع غادي نخبركم كيفاش درته. قدبت شويه تاع الطعام المتوسط. ايا ودرت معاه الملح ودرت فيه فتاته تاع الماء كيما شفتوا، وبديت نشرب في هذاك الطعام. ايا وراني كي شغل نحك فيه كيما هكا مع القصعه يليق هذاك الطعام يتشرب هذاك الماء، يتقال كيما حنا نقولوا يتقال هكا، يشرب هذاك الماء باش نقدروا نديروا السميد تاعنا. والسميد اللي يكون من النوعيه الرقيقه كاع، واللي عندها المتوسط هذاك ماشي متوسط الخشين، متوسط شويه اي هات نجمي تخدمي به تاني. انا درت بالرقيق كاع اللي نديروا به المطلوع والبغريه. اي باش يخرج لكم البركوكس اللي قدير زعما تعلمت، وراني نعلم فيكم نخيتك ها معليش نوري لكم زعما اللي ما تعرفش ولا وما عندهاش وين تشريه ولا وتتوحم وجاي في خاطرها. اي ديره اي صافي ديري كميه تاع السميد ومن موراها كي تدخليها هكا مع بعضياتها. اي ديري من موراها كميه تاع الماء، بصح تكون كميه قليله. لو كانت كثري الماء غادي يتعجل لك، ولي قليل تكون خفيفه ما تخافيش منه. السميد وفتاته تاع الماء، السميد وفتاته تاع الماء. اي حتى يبدا يتكور عندكم. انا والله صراحه ما كنت زعما غير قدبت البورطا بديت الكاميري، والله ما درت بلي غادي يخرج لي. والله صح الحمد لله الحمد لله يا ربي خرج لي وما ما يبقاش في خاطري. اي قلت نوض البارح مسكين شيخي جاب لي الحوت، قال لي ديري الحوت اليوم غادي يجي يلقى بركوكس. حنا هنا انا وين نسكن هنايا ما عندناش مرشية تاع العرب، تنباع عند لابوشخي وين نشري اللحم وكاع تنباع المحمصه تجي غليظه، وانا ما نبغيش الغليظ، نبغي البركوكس يكون رقيق، نحس بالحبه رقيقه. وشحال من وحده قالت لي ريم زيدي غلضيه، انا ما نزيدش نغلض اكثر من هكا خاطر نبغيه رقيق، ما نبغيش الحبه كبيره تقول لي بات ما تعجبنيش كيما هكا. انا نبغي هكا نبغي تكون الحبه رقيقه. مساكين قال لي كتبوا لي كي درت ستوري تاعي في الفيسبوك، قالوا لي ريم عطينا لادغيس نرسلوا لك كولي من تاع 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 بركوكس. نقول لكم خواتاتي ربي يجعلها في ميزان حسناتكم ان شاء الله. وكي شغل والله رسلتوه لي. انا كي بديت الكاميري ما شفتش لي ستوري تاعكم. اي قلت نود بلوتو ما شفتش كي يقولوا لي كومونتير. اي انا بديت نديره. ايا نقول لكم زعما صحيت وزعما ربي يتقبلها منكم كوم سير سلتولي. هاني كيما قال لكم اللي عندها يديها تنوض تشمري على يديك سيداتي ونوضي ديري بركوكسك وحدك. احنا في دارنا ما نفتلوش بركوكس، نشروه جامي فتلناه، ينبع واجد. هي الغربه تعلم كلش، تعلمك تفتلي، تعلمك تعاجني، تعلمك الطيبي لما تعرفيش الطيبي تكلي على روحك وصاي. اللي يسكنوا في بلايص كبار يلقاو كلش، كيما نعطيكم اكزامبل مارسي ما بيلسيغ تسكن تما كلشي ينباع، مارشيه تاع العرب، الصوالح تاع العرب، كلشي ما يخصها حتى خصاص ما شاء الله الحمد لله كلشي عندها. بصح حنا وين نسكنوا
ما غير مع الكور ما كاش صوالح تاع العرب قليل باش نلقاي صوالح حاجه تاع عرب. وعزوجتي كون كانت هنا على بالي بلي تفت لهلي باسكو عزوجتي تفت لتاني الحق جامي مسكينه دومونديت منها توريني على بالي بلي تفتل كون قلت لها تعلمني مسكينه ما تقول ليش لا وكنت نقدر نقول حتى الحماتي ترسل لي هيا هيا قلت لا نوض نتعلم ما كاش الواحد كيما هكا يتعلم حيا في الدار وقعدوا كنشوفو كي يجي يا ما نعرف كي غادي يجي المهم المشاركه دروك واه راني نبان مع السكريه نيشان تاع بصح لما يعرفونيش انا اصلي مع السكريه خاصني غير فيرما وشي بقري هكا نروح نحلب البقره وصاي كي غايه والله العظيم انا تعجبني المعيشه كيما هكا زعما صراحة الأول مرة راه يبان زعما مليح زعما بركوكس وعليه الكلام زعما زعما شيرات لي يدخلوا ويبداو يعلقوا ويقول لك هذا ماشي بركوكس هذا اختي شمري على يديك وديريه وقيلا ما تعرفيش ديري مش عارف شاه ما تعرفيش تقصي تيبانة تاع خبز واجدة هي تدخلوا تقعدوا تعايروا في الشيرات وتعايروا فينا لا ماشي كيما هكا نتوما اللي نورمالمون تشجعونا وتقولوا لنا واه مليح زيدي راكي غايتو نامسي ما تعرفيش حتى انا وحده من الناس ما نعرفش ونتعلم انا كيما كنت تشوفوا ما نعرفش اول مره نديره وقلت نبارطاجي مع راكو فاميلتي كيما قلت لكم راكو عائلتي الثانيه وما نقبل حتى كومونتير سلبي ماشي تقولوا لي تقبلي النقد تعايروني وتقولوا لي تقبلي النقد لا انا نبلوكي ما نبغيش الناس السلبيه نبغي الناس اللي تبغي تافونسي في حياتها عندها اهداف عندها ديبوت تبغي تتعلم تبغي نبغي ناس كيما هكا نبغي ناس ايجابيين في حياتي ما نبغيش ناس سلبيين كي نشوف كومونتير سلبي بلوك ما نهرس لا راسي لا والو صاي ما نزيد نعيي روحي ما نزيد نرد على النيفو اللي طايح بزاف ما بغيت كاين ناس ما بغاوش يرتاقوا ويطلعوا في النيفو هيا نقول لك اختي سيداتي ما كاش مشكل حبيبتي نبلوكيك ما نعايرك ما ندي سيئات على ظهرك نخليك على روحك عايري على راكي بايت عايري وانايا نبلوكيك اختي هذا ماك دونك انا راضي على روحي والحمد لله يا ربي ماني دايره حتى حاجه ماشي مليحه ولا دارتكم كيما قلت لكم عائلتي الثانيه نبارطاجي معاكم كاع لي كاع صوالح اللي نبغي اللي نعرفهم ولا تعلمتهم ولا اي حاجه تعلمتها راني بارطاجيها مع خواتاتي ما نبخلش عليكم حتى حاجه اي حاجه نعرفها قلت لكم حتى في صوالح تاع كوا تاع اي حاجه درتها وتبغوا تتعلموا تبغوا راني هنا ما كاش مشكل الوغ انايا هنايا شيرات درت الفارينه كي كملت الفتيل تاعي درت الفارينه عليه الفارينه باش تشد لي الحبات هكا باش كي نطيبهم ما ينتحلوش كيما حنا نقولوا ديري الفارينه وحكيها غايه مع هذاك البركوكس تاعك ما ينحلش وهنا اللي عندها السيار عاد غايه الغربال كيما حنا نقولوا انا ما عنديش الغربال عندي هذا استعملت هذا واني نقلع الحبات هذوك الكبار كاع الحبات الغلاضات الغلاض راني نقلعهم اي وراني كيما حنا نقولوا نغربل فيه بعد ما غربلته هنايا هي غادي نديره في نوجد درت سمولي حي عليا تلفت لي المهم فورته وقبل لا تفوروه ديروا الزيت في الكسكاس باش ما يلصق لكمش ومادا بيكم ما ديروش كميه كبيره في الكسكاس لخاطر يتعجن يطيب لي من تحت يطيب بزاف ولي من فوق ما يطيبش ويتعجن ما يجيكم شباب هيا وحلوه نورمال عادي ومن بعد ديروا له شويه تاع الزيت واللي تبغي تستحفظ كيما حنا نقولوا تستحفظ كيقولوا تلمه تخليه يبرد وينشف للهواء عاد باش ديره في بورسات ولا في مانيش عارف انا مهم في اون بواط ولا وتلمه ما تديروش هو هكا هو حامي يتصوف وما ديروش هو دافي خلوه يبرد تماما وينشف باش تلموه انا درته غادي نطيبه ديريكت جا في خاطري وان شاء الله الخطره الجايه راني بارطاجي معكم الفيديو اللي درته تاع بركوكس على طريقتي تاع وهر الناس الغرب بالتعمير ان شاء الله نوريه لكم
وحده عندي هنايا مسكينه في الفيسبوك تتوحم، وقالت لي ما نعرفش الطريقه، قلت لي كون غير توري لي زعما ما فيها والو، كيما قلت لكم انا كاع خواتات ونوروا لبعضياتنا. هذا هو البركوك تاعي بعد ما فورته بدا يبرد.